أهلا وسهلا بكم من جديد، وكل عام وأنتم بخير. أجواء العيد في تونس العاصمة ينقلها لنا زميل محمود المجدوب في سهرة مع الفنان التونسي عبد الرحمن البخاري، حديث عن الفن ورسالته تجاه القضايا العربية والإسلامية. إليك محمود. شكرا لك زميلي العزيز، عيد سعيد لك ولكل الزملاء ولكافة مشاهدينا الكرام. اليوم هو ثاني أيام العيد في تونس، هذه السهرة هي سهرة خاصة، سهرة فرح. بالطبع العيد هو فرصة للفرح، ونحن الآن كما تشاهدون في هذا الفضاء الجميل الذي توفره مشكورة جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية. سهرتنا اليوم ستكون هي مزيج من النشيد والأغاني التونسية، هو طابع ربما ديني وفرح، ولكن بالطبع ضيفنا والمنشد والفريق الذي معه هو ليس اختصاصه فقط الإنشاد الديني، بل هو فنان شاب له العديد من الأعمال الأخرى. بالطبع سوف يعرفنا بنفسه الآن. عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك، عيد سعيد ومبارك. نود أن نتعرف عليك أكثر وعلى مختلف أعمالك، وذلك أيضا لو تعرفنا قبل ذلك بالزبلاء الذين هم الآن معك في الفريق. قبل كل شيء عيد سعيد، وللموجودين معنا وللمشاهدين وكافة الأمة العربية والإسلامية. اليوم المجموعة متكونة من سي بشير بن حفصة وهو عازف عود، وكذلك سي علي المهيري وهو ضابط إيقاع. اليوم باش يكون معنا بالطار، يعني إن شاء الله تتعدى سهرية هكا فيها أجواء تونسية. الأغاني باش يكون أغاني صوفية في المقامات التونسية. أنا عبد الرحمن البخاري، فنان رسام وكذلك مغني، نغني عديد من الأنماط الموسيقية منها الدينية، واليوم بما أنه أيام عيد و نحبوا نبرزوا فرحة العيد ونعرفوا بالأجواء التونسية في العيد، باش نغنيوا أغاني صوفية إن شاء الله تكون تنال إعجاب الجماهير إن شاء الله. إن شاء الله، إذا ننطلق على بركة الله في الأغنية الأولى. على الله دليلي. تفضل يا سيدي. الله الله دلالي لا هوش عال ما خلوك. الله 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 دلالي لا هوش عال ما خلوك. الله الله جي ملك تالي جي ملك تالي جي ملك تالي بال العزم والمطلوب. الله 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 دلالي لا هوش عال ما خلوم. الله الله ربي عطاني ربي عطاني ربي عطاني لا غير المعبود. الله 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 دلالي لا هوش عال ما خلوم. الله الله
شاء الله يا سيدي. ما شاء الله. طيب نتساءل عن إقبال الشباب على الأغنية الهادفة عموما الآن، هل الشباب في تونس أو في العالم العربي حتى، هل يقبل على الأغاني التي لها هدف، التي لها كلمات معبرة؟ الشباب يقبل على الأغاني التي تعبر، التي تعبر عن واقعهم، واقع الفقر، واقع البطالة، التهميش، واقع الدكتاتوريات، واقع هذا يعبر عليه مجموعة من الفنانين يعني. لكن أي نمط يقبله الشاب اليوم؟ اليوم الشاب مقبل على نوعية من الفن، وهي الأغلب هي التي بارزة على الساحة الفنية، وهي فن الراب. لا نستطيع أن نقول أن فن الراب لا يوصل رسالة الشاب الذي يعيش في المناطق الشعبية، الذي يعيش إشكاليات ومشاكل يومية مع محيطه، مع مجتمعه، ومع حالته المادية والنفسية والاجتماعية والعائلية. يبقى أنه لماذا يلجأ أكثر إلى هذا النوع؟ ربما لأن نوعية الموسيقى أو نوعية الكلمة أكثر جرأة وأكثر قرب للهجة العامية التي معناها يستعملها عامة الشباب. هنا هناك تأخر قليل وليس بصفة كبيرة للموسيقى يعني التي فيها يعني بحث أو فيها يعني طريقة ثقيلة نوعا ما في الموسيقى وفي الكلمة. لذلك أعتبر أن إجابة على السؤال، الشاب نعم هو مقبل على الكلمة التي فيها قضية، ولكن للأسف لم ترتقي بعد الأغنية القديمة، الأغنية التي تحمل عناصر متكاملة من البحث في الموسيقى والأغنية والكلمة والصوت إلى مزاحمة هذا النوع من الفن ألا وهو الراب. ربما حتى وجهة نظر تجارية مادية. نعم تؤثر نعم يعني على هذا. نعم، لكن لو نقارن بأغاني أخرى ليست الراب ولكن الأغنية الخفيفة، الآن أنا أتساءل لماذا لا يستعمل أصحاب الفنان صاحب الأغنية ليست الراب وليست لا 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 يعني الأغنية الثقيلة الوزن، نستطيع أن نقول الأغنية الخفيفة، لماذا تلتصق بها الكلمة المبتذلة؟ هذا للأسف ما يحصل، هذا معناه من وجهة النظر بتاعي. يعني لو تقترن الكلمة الراقية مع الموسيقى الخفيفة، هذا يعني مطلب لكل مستمع حتى يساير العصر، يساير التكنولوجيا. نعرف أن الموسيقى اليوم لم تعد فقط آلات، هي أصبحت بتقنيات عصرية تتدخل التكنولوجيا في إنجاز موسيقات جديدة. أوكي. لذلك أنا أعتبر أنه اليوم من واجب الفنان أن يعمل على استقطاب الكلمة الراقية وإثرائها بالفن الخفيف حتى يستقبلها يعني الشاب في العالم العربي ويستسيغها. جميل جدا. وحتى نبقى في الأجواء الراقية والجميلة والخفيفة، ربما ننتقل الآن إلى الكوكتيل الذي تقترحه. نعم. الكوكتيل من الأغاني التونسية. نعم، هو من الأغاني الصوفية والتونسية. سوف تلاحظون أن هناك أغاني بالعربية وهناك أغاني باللهجة الدارجة، اللهجة التونسية، ولكن هي قريبة أتصور أنها مفهومة يعني. واضح. وفي الإطار الإنشاد التالي ننطلق يا سيدي. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل.
ومعي في ذاك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي في ذاك شاهد دليل. أما الدليل أما الدليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. نبدأ بسم الله أول الكلام. نبدأ بسم الله أول الكلام. وصلي على محمد تظفر بالمرام. وصلي على محمد تظفر بالمرام. أعمل بالقرآن وقول الرسول. أعمل بالقرآن وقول الرسول. تحظى بالمرام وحسن القبول. تحظى بالمرام وحسن القبول. مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صلي لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صلي يا أكرم الخلق. مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق. مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق. مالي من ألوذ به سواك عند حلول حادث. مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صلي يا سعدنا يا فوزنا. يا سعدنا يا فوزنا الله. يا سعدنا يا فوزنا بمحمد طاب لنا. يا سعدنا يا سعدنا يا فوزنا. يا سعدنا يا فوزنا الله الله. يا سعدنا يا فوزنا بمحمد طاب لنا الله الله.
فسر يا قارئ الآيات، فسر يا قارئ الآيات على محمد باقي الصفات، لا محمد باقي الصفات. إن رمت أن تعطى المنى مع المسرة واللهانة، الله صلي على نبينا المصطفى خير الورى. يا سعدنا يا سعدنا يا فوزنا، يا سعدنا يا فوزنا، الله يا سعدنا يا فوزنا بمحمد طاب لنا. الله الله نصبر نصبر والصبر أولالي حتى نزور نبينا الغالي، نصبر نصبر والصبر أولالي حتى نزور نبينا الغالي، نصبر نصبر قداش نصبر، نصبر نصبر والله نصبر، نصبر نصبر والصبر أولالي، الصبر أولالي حتى نزور نبينا الغالي، نصبر نصبر والصبر أولالي حتى نزور نبينا الغالي، نصبر نصبر قداش نصبر، نصبر نصبر والله نصبر، نصبر نصبر والصبر أولالي. زور المدينة ونشاهد الروضة الزينة، زور المدينة ونشاهد الروضة الزينة، يا ربي بجاي نبينا، يا ربي بجاي نبينا، نجع ضايا من النيران. نصبر نصبر قداش نصبر، نصبر نصبر والله نصبر، نصبر نصبر والصبر أولالي. أنوار أحمد خير الأنوار، أنوار أحمد خير الأنوار، أنوار أحمد خير الأنوار. صلوا عليه يا حضار، صلوا عليه، صلوا عليه يا حاضرين، أحمد محمد ضاوي الجبين. صلوا عليه يا حاضرين، أحمد محمد ضاوي الجبين، هو المشفع في يوم الدين، هو المشفع في يوم الدين، يوم لا ينفع مال وبنون. صلوا عليه، أنوار أحمد خير الأنوار، أنوار أحمد خير الأنوار، أنوار أحمد خير الأنوار. صلوا عليه يا حضار، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، يا من يرى ولا يرى، ليس لغيرك ملجأ، يا إلهي ارحمني ليس لغيرك
غيرك ملجا نمصدق لا تخيبني طامع في خيرك نرجى نمصدق لا تخيبني طامع في خيرك نرجى بالنبي لا تحرمني وثبتني على الحجة بالنبي لا تحرمني وثبتني على الحجة بالنبي لا تحرمني وثبتني على الحجة. أمين أمين عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عليكم وأشكركم يعني على هذه الوصلات وهذا الأداء الرائع. نصل بهذا إلى ختام هذه الأجواء وهذه الحفلة الخاصة بالعيد التي نقلناها لكم هنا من تونس. عزيزي محمد إليك الكلمة. شكرا العزيز محمود المجدوب وشكرا للمبدعين من حولك، المكان جميل.